السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترون يا جماعة، سبحان الله الحمد لله ثم الحمد لله. قبل 16 عاما، قبل 16 سنة يعني في 2008، كنت هنا في هذا الموقع، كنت واقف وأقدم للأساتذة الكرام، لأنني كنت أتخرج من مدرسة هذه، كنت في الصف السادس الابتدائية، اسمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحمد لله في 2024 التاريخ 4، والشهر أيضا 4، والسنة 2024. الحمد لله كأستاذ، كمعلم، كمدرس رسمة، أنا واقف هنا في هذه المدرسة في نفس المكان، الحمد لله ثم الحمد لله. أقصد أنني أريد أقول لكم، لا تقتلوا أملكم، يعني كل شيء ممكن وكل شيء يصير إذا أنت وقفت واستمريت في عملك وفي شغلك. إن شاء الله يوم من الأيام أنت تحصل على حلمك وتحقق حلمك، فلا تكون من الناس الذي يفكرون أنهم فاشلين، أنهم لا يستطيعون يعمل أي شيء في حياتهم، أنهم يحبون ولكن لا يستطيعون يفعلون. كل شيء ممكن وكل شيء بصير، يعني أن تحصل وأن تحقق عليه. والسلام.